السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله في الفيديو ده معمول لأولى ثانوي، ان شاء الله هنختم بيه اليونت 5 الوحدة الخامسة. هنتناول فيه مجموعة اسئلة نحلها مع بعض من كتاب جيم الاضواء. هنبدأ الاول بجنرال اكسرسايزز على lessons 3 and 4 على الوحدة على الدرسين الثالث والرابع من الوحدة الخامسة، وكمان هنحل مع بعض النوفل اكسرسايزز التدريبات على القصة على شابتر 5 على الفصل الخامس من القصة، وكمان هيبقى معانا ادفانسد اند اوبن جنرال اكسرسايزز هنحلها مع بعض، ولما نخلصها هنحل كمان بشرحها وبتوضيح معانيها. هنحل كمان تيست 5 الاختبار الخامس على الوحدة الخامسة ككل، هنحل فيه الاسئلة الاختياري، وهنحل كمان في in the space. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا الوحدة الخامسة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اول حاجة عندي بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الاجابة الصحيحة. عندي the email logged like it came from، ان هو جاي منين؟ my bank، من البنك. but it was an example of phishing، من الاحتيال، ولكنه كأنه نموذج من ايه؟ الاحتيال. the email says I have won a prize، الايميل بيقول ان انا فزت ايه؟ بجائزة. but I don't believe it، مش مصدق. I think it is a scam. طيب بعد كده عندي cyber bullying isn't allowed at this school، التنمر الشبكي او على الانترنت غير مسموح به في المدرسة. if we find anyone، لو وجدنا sending unkind information about students online they will be in trouble، هيبقوا في مشكلة. upload your personal details، include your name، متضمنة اسمك، address، عنوانك and phone number in the space provided، في المكان المناسب ليه يعني. they found out he was downloading malware، كان بينزل ايه؟ بيحمل برنامج الفيروسات onto the office computer، في المكتب، كمبيوتر بتاع المكتب، to stop it working، عشان يخليه ما عادش يشتغل. طيب I had a really scary dream، عندي حلم مرعب last night، ليلة أمس. it was a horrible nightmare، كان كابوس مرعب. I googled her name and found out، أنا بحثت عن اسمها في جوجل واكتشفت and found out that she is the manager of her brother's company، هي ايه؟ المديرة أو المسؤولة عن شركة أخوها. طيب Friday papers are full of advertisements، إعلانات for cars، عن السيارات أو للسيارات. I can't watch the film in the cinema with you as it starts at 6:30 and I have work at this time، أنا عندي شغل في الوقت ده ومش هقدر أشوف معاك الفيلم في السينما. طارق what time are you meeting your friend tomorrow، بيسأل بينادي على الشخص طارق وبيقول له what time are you meeting، ان الوقت اللي انت هتقابل فيه صديقك غدا. طيب there is no doubt that we will run out of petrol، هينفذ من عندنا. run out مش يجري، معناها ينفذ من عندنا، يخلص من عندنا البترول one day، في يوم من الايام. this year، هذه السنة، we are going on holiday to أسوان، هنروح في اجازة لأسوان. I am sure، دي اللي خلتني بدام عندي حاجة متأكدة منها يبقى توقع متأكد منه، اختار ايه؟ are going. طيب بعد كده Hams is going to the dentist on Monday morning، she has arranged for everything، رتبت لده، بدام هرتبت يبقى اختار برضو is going. she want، اللي عايز يفهم احنا ليه بنقول كده بيرجع تاني للشرح بتاع جرامر الترسين التالت والرابع، وهي اللي هيفهم احنا ليه بنقول arranged، تاخد is going. I am sure يبقى are going، يفهم احنا بنتكلم ده بناء على ايه. she won't go shopping until she has dusted the furniture، يبقى هي ايه؟ مش هتروح للتسوق حتى ترتب او يعني تنظف التراب من على الاساس. look at the girl on the edge of، بص للفتاة اللي على حافة الروف. I think she is about to fall down، قربت ايه؟ تقع. طيب بعد كده take your umbrella with you، خد الشمسية معاك، or you will get wet، وإلا هتتبل. طيب بنكمل مع بعض بقية الأسئلة.
communications is no longer about people talking to one another. يبقى الاتصال ما عادش فقط، لم يعد فقط على قد تحدث الناس بعضهم لبعض، but about machines talking to machines، آلات تتحدث لآلات. This is known as the internet of things. انترنت، استخدام الانترنت في الأشياء، IoT اختصار كلمة internet of things. Technology is developing. التكنولوجيا بتتطور so fast، سريعا جدا، that experts believe that everyone will be connected to the IoT in a few years. فترة السنوات القليلة القادمة كلها هيبقى متصل عن طريق الانترنت. Many things، كثير من الأشياء in our homes are going to be connected to IoT. Already هتبقى كلها متوصلة بالانترنت. Already people can control their heating، بيتحكموا في الحرارة and lighting والإضاءة from their phones، من موبايلاتهم. But in the future، في المستقبل، computers will be the decisions for us، هو اللي بيتخذ القرار لينا. طيب احنا بنحل هنا كده لغايه كده الاسئله الاختياري واسئله فيلينز سبيس. تعالوا نكمل مع بعض بقى نشوف الاسئله الخاصه بالقصه. الاسئله الخاصه بالقصه بيقول a spade has a long wooden handle and a flat piece، قطعه مسطحه of metal من المعدن، and is used for digging، وبتستخدم للحفر. طيب بعد كده I think you are crazy، انك مجنون، to refuse، عشان ترفض this wonderful offer، هذا العرض الرائع. My father always advises me، دايما ينصحني not to get into a fight، اسكن تدخلش في عراك في المدرسة. I am beginning to realize، انا في بداية بدرك، that teaching profession، مهارة التدريس، isn't as easy as I thought، ليست سهلة كما أعتقد. The child met was so short that I kneeled down to talk to him. يبقى الطفل اللي انا قابلته قصير قوي لدرجة ان انا قعدت رقعت علشان اقدر اتكلم معه. We have chosen علي، اخترنا علي to be the leader of our group، للفريق بتاعنا، as he is the best one. I asked the traffic man to give direction to the post office، يديني الاتجاه لمكتب البريد. I never allow my students to waste their time، ما بسمحش للطلبة بتوعي انهم يضيعوا وقتهم. I always encourage them، دايما بشجعهم. طيب I'd like you to write a few notes، انا عايزك تكتب ملاحظات صغيرة. While the lecture is still fresh in your mind، لان المحاضرة انت لسه فاكرها، لسه طازة يعني في دماغك، لسه فاكرها. I couldn't swim in the sea، مش هقدر اسبح في البحر. As the waves، ان الامواج were too high، مرتفع جدا، and it was dangerous، ده بيعتبر خطر. A sailor، البحار، is someone who works for the navy. I spoke in a very low voice with my mother as my father was asleep، لان والدي كان نايم. It was a pity that nearly all the passengers were dead when we found them، لما وجدناهم. When the minister arrived at our school، some students were carrying flags، أعلام، and waving with them، بيلوحوا بيها، يلوحوا بيها، يعملوا كده يعني. طيب the wind was blowing، الرياح بتهب، hard against the sails and drove the ship، بتحرك أو بتقود السفينة، so fast، بسريع جدا، that we couldn't control it، مش قادرين نتحكم فيها. نبدأ نحل مع بعض الأسئلة بتاعة Advanced and Open General Exercises. بيقول لي هنا choose the correct answer from A, B, C or D. The doctor gave me this medicine and asked me، إداني الدواء وطلب مني to take two tablets. When the photographer was able to develop، معناها يحمض صور فوتوغرافية، مش معناها يطور بقى the film. He was astonished by what he saw، كان مندهش باللي هو شافه. He hacked the wood into pieces، قطع بعنف الخشب لقطع، to make a small chair، كرسي صغير. My daughter is looking very smart، جميلة، and her wedding at her wedding sorry she is very pretty، هي جميلة جدا. Some parents agree that their children should have a constant contact
اتصال مستقر with the rest of the world مع بقية العالم. If you want to join our team لو انتوا حابين ترتبطوا او تكونوا مرتبطين بالفريق بفريقنا you should fill in this application first لازم انتوا تملوا الابلكيشن اول. I have been doing this job for years عملت الوظيفة دي لمدة سنين but I just can't hack it anymore مقدرش ايه استمرار في عمل شيء. هي هنا مش معناها اللي هو الهاكر والحاجات دي، لا هنا معناها بتيجي على بعضها كانت هاك يعني ما يقدرش عنده القدرة ان هو يستمر على عمل شيء كتعبير على بعضه. طيب my grandfather was created as باشا كان بيتسمى باشا by king فاروق من years ago من سنوات مضت. طب انا عندي هنا بي اللي هي was اتصرفت was اللي هي am او is او are او was او were زائد created دي بيبقى معناها ايه منحة معناها تم منحه بواسطة الملك فاروق رقب ايه لقب باشا. طيب عندي the atmosphere الجو in the court room was electric مليان بالحماس so I liked it too much عشان كده انا حبيته. طيب the player said that he wasn't a football machine as he made mistakes just like anyone else. طيب هنا عندي ماشين هنا معناها ماكينة تدريب عشان بتسديد الحارس المرمى تساعد حارس المرمى. طيب it's important for the intelligence to build up a network of professionals. A lot of people who talk about fashionable custom are talking rubbish كلموا كلام فارغ. We need a bit more system in the way we organize our files at work. How is your new boss? كيف حال الرئيس بتاعك او الرئيسة بتاعتك؟ قال له she is safe يعني فيش اي مشاكل من ناحيتها. بنكمل مع بعض بقية الاسئلة. My boss was taken to task for not reporting the problem area. طيب عندي كمان معناها هنا get to task انتقاد شخص بشدة. طيب عندي هنا having some free time انك يبقى عندك وقت فراغ. اسامه went for a walk ذهب للسير او المشي يعني. are you tired هل انت متعب؟ no I am used to walking long distances تعودت ان امشي مسافات طويله. طب we waved goodbye لو احنا يعني عملنا باي بايدينا until the car was out of sight ما بقى بعدت خالص عن المنظر امامنا. the question wasn't easy enough ما كانش سهل كفايه for students to answer للطلاب عشان يجاوبوا. I asked many people to use this useful information. Information هنا بتعامل معاملة المفرد عشان كده خدنا this ما خدناش زوس ولا زيس. طيب هنا I don't think he is trying his best. ما اعتقدتش انه كان بيحاول يعمل افضل ما عنده. is he طب ليه اخترنا is وهنا is مثبتة وهنا is لان هنا don't قال لي عبرت عن ان الجملة السؤال هنا جعلت السؤال هنا منفي فلما ادتني النفي عملت هنا الاثبات. طب always speak with your parents if you are to the police asked him to give a or an account of his actions. طيب عندي كمان وصف لأفعاله. عندي بعد كده I am very sick now I wish I hadn't eaten. طيب هنا قلنا ان ده انا تعبان دلوقتي انا اتمنى ان انا ما كنتش اكلت كتير جدا يبقى التمني ده كان ايه حاجه حصلت للماضي. يبقى لما تعالوا كده نبص مع بعض عليها احنا وصلنا هنا لصفحه ايه لرقم 24 او 24 تعالوا كده نشوف. قال لي ويش اختار معاها ماضي بسيط لما يكون بتعبر عن التمني او الندم في المضارع في زمن المضارع. طب لما اقول ويش واختار معاها ماضي تمثيل اللي احنا عملناه دلوقتي يبقى بتشير لزمن الماضي حاجه هو اكل اكل في زمان فهو بيندم على اكله في زمن الماضي. طيب يبقى نختارها وش زائد الماضي التام. طيب ناخد بالنا بقى دي بتاعه اللي احنا جاوبناها دلوقتي لكن عموما وش زائد ود او كود دي بتعبر عن تشير للمستقبل ودي اتكررت معانا وش كتير وبازلنا بنقول عليها كل مره بنقول عليها. طيب عندي كمان منى هاز جاست تولد مي ذات شي اخبرتني ويل جو تو كايرو تومورو هتروح لايه القاهره غدا. so fast برضو طبعا المستقبل so fast
جرامر بتاعه يعني. So fast was علي that he could come first in the race. Please forgive me سامحني for not coming عدم مجيئي أو حضوري. There is no point in ده تعبير برضو على بعضه معناه لا داعي أو لا فائدة من. بيجي بعده إيه الفعل زائد ing فهنختار in studying. طيب عندي I had to get up early so that I could catch the train. طيب عندي هنا قال لي ان المضارع زائد سو ذات. انا عندي هنا سو ذات اهي وهنا زمن ايه ماضي مش مضارع. طب لو هو مضارع يبقى بعدها فاعل الجهه الثانيه يبقى كان اول. طب لو هنا ماضي زي ما هو قدامنا في المثال هنا وفي سو ذات هيبقى بعدها فاعل واختار ايه could او might او اي حاجه من اللي بتدل ايه على زمن الماضي من افعال الناقصه دي. طيب عندي we decided to go on holiday with some friends of ours اصدقائنا احنا. طيب تعالوا كمان نشوف الاسئله اللي على تيست 5 ككل بقى برضه هنشوف الاختياري منها والفيل ان ذا سبيس. فبيقول لي هنا تشوز تو كوركت انسر هيقول لي sugar is a major cause of tooth decay. The antonyms of the word major are secondary وminor. هو عايز الانتونيمي مضاد. To start a new life in a new country تبدأ حاجة جديدة في بلد جديدة is scary مرعب but it is also exciting مثير. The synonyms of the word scary are المعنى بقى هيبقى ايه frightening و terrifying. بعد كده choose the correct answer عادي بقى. We can't send an email because the laptop isn't connected مش متوصل. The security of our passengers is very important. The company lost a lot of money. They think that their computer system was hacked. I love camping because there is contact with the outside world. Camping اللي هو التخييم فبيعمل ايه اتصال مع العالم الخارجي. طيب you must enter the password لازم تدخل الباسورد. The new minister gave details of the ministry police in his address. Don't come late please the train leaves at 5. I have booked two seats حجزت مقعدين for the new plane المسرحية الجديدة. My family and I are watching it in the theater هنشوفها في المسرح بنشوفها في المسرح. The boys are collecting some dry branches. They are going to make a fire. بيجمعوا أوراق أو الفروع الناشفة هيعملوا إيه؟ يشعلوا نار. Watch out. احترس. Or you will fall. وإما هتقع. My wife will do all the shopping. I don't think I will be able to finish this research on time. مش هقدر أخلص البحث في مرة. طيب تعالوا كمان نشوف اخر حاجه معانا في الفيديو ده في الانزا سبيس. فريدم اوف سبيتش حريه التعبير از رايت هو حق تو افري بيرسون لكل شخص ان سوسايتي في المجتمع. افري وان كان اكسبرس كل شخص يقدر يعبر زير اوبينيون عن رايه فريلي بحريه ريجاردينج سيرتن سبجكت متخذا في اعتباره المواضيع المهمه. بات وايل دوينج ذس بينما يفعل ذلك زي شودنت cause harm to other ما يأذوش الآخرين or insult them أو يسخروا منهم. if you respect others لو انت احترمت others point of view الرأي الأخرى يعني أو وجهة نظر الأخرى yours will be highly appreciated but if you don't respect others opinions لو انت احترمتش رأي الآخرين you will be punished هتعاقب. خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا النهاردة خلصنا معاه الوحدة الخامسة. دمتم في أمان الله.